بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. صدق الله العلي العظيم. الحسين قتيلا ويا له من قتيل. فيا عين سيلي على كل مسيلي. ثم انحنت بنت طاغا بعبرتي وعويلي. خويا من زغر المصايب عم مني. خويا من زغري المصايب عم مني. وليالي ليال فراق عزي. عم مني عم مني وعم نشوف بصحار الغاضري. يا بجن الليل جن الليل يا صاحب جناغان. وبمتوني الشمر يضرب جناغان ويقل لي وين عباس الشفيع. أحبتي، من الحقائق التي عرض لك القرآن الكريم إن الإنسان لم يخلق سدى لا كدف ولا غاية، وإنما هناك أهداف وغايات خلق الإنسان من أجلها. لذا أقول لا تحسب أيها الإنسان إنك جئت سدى، ولا تحسب إنك تترك سدى، وإنما خالقك عظيم كريم منزه عن العبث والهوى. لعله برهة زمنية، دقائق، لحظات نعقدها في رحاب الله، كثيرا يشرق الإنسان وكثيرا يغرب، ولكن ما لم يقف وقفة واقعية، وقفة في باب التأمل والتدبر حتى يخرج بفائدة من هذه المجالس التي تعقد في رحاب محمد وآل محمد. كل عمل من الأعمال أحبتي، هسه إن كانت الأعمال واجبة، إن كانت الأعمال مستحبة، إن كانت الأعمال مباحة، كل عمل من الأعمال له غاية معلومة. أنا أسأل سؤال، شنو غايتك من المجلس؟ لماذا نعقد هذه الجلسات؟ لماذا نحيي هذه الشعائر؟ لماذا نذرف الدموع على سيد الشهداء صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته أجمعين وعلى المستشهدين بين يديه؟
هذا سؤال مطروح في المقام. لماذا نجلس هذه الجلسات؟ ولماذا نحيي هذه الشعائر؟ ولماذا نذرف الدموع في عشر عاشوراء؟ مو فقط في عشر عاشوراء، بل أيام محرم، بل مطلق الأيام، كل الوجود لمحمد وآل محمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. إذا بُينت ضمن الأطر الشرعية، ضمن الأطر الفقهية، ضمن الأطر العقائدية، ممكن نصل إلى النتيجة. هكذا نقول ممكن يصل الإنسان من خلالها إلى باب السعادة الأبدية. وإذا وصل الإنسان إلى باب السعادة الأبدية يتجنب الشقاوة السرمدية. شنو؟ المستقيم. هذا ديدنا، هذا ديدنا في باب الأعمال العبادية. نقعد الصبح نقول له بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم. بس فكرنا الصلاة شنو؟ دققنا، تأملنا. الصراط هو الطريق الموصل إلى جوار الله، الطريق الموصل إلى جوار الله جل جلاله. شو وقت ما عاد الإنسان عن هذا الطريق، شو وقت ما انحرف عن هذا الطريق، بالتالي يصل إلى جوار الله لو ما يصل إلى جوار الله؟ الآن لما نذهب من هذا المكان المبارك سيراً على الأقدام إلى كربلاء، إذا كنا نمشي بواسطة وسلكنا طريق كربلاء نصل، وإذا مشينا على الأقدام أيضاً نصل. ولكن متى ما زاغ الإنسان، متى ما ظل الإنسان، هل يصل إلى طريق كربلاء؟ هل يصل إلى الغاية؟ ما يصل. كذلك العبادات، كذلك الأعمال. كل عمل قلنا بشنو؟ بغاية مطلوبة. فالصلاة غايتها شنو؟ غايتها الأمر بالمعروف والنهي عن شنو؟ عن المنكر. إذا ما أمرت، أحبتي، وظيفة الآباء وظيفة الأنبياء. يقولون الأب في بيته كالنبي في أمته. شاف ابنه وين قعد؟ شاف الرفقاء مالته شنو؟ هل هم رفقاء صالحين؟ هل هم رفقاء سوء؟ جد من شبابنا الآن في المقاهي والحانات للثنتين وللثلاثة وللأربعة، وبالتالي صلاة الصبح عدة قضى. مو له لا، لهذا خلقنا؟ زين هاي صلاته وصلت للغايه المطلوبه؟ لو ما وصلت للغايه المطلوبه، ينتفع بها لو ما ينتفع؟ ترى مو قضيه زي حسيني، المساله مو مساله شكليات، مو عمامه ولا زي اسود ولا لحيه ولا سبحه 101، هذه شكليات. الجوهر وين؟ الجوهر يم القلب. بعض الفقهاء شو يقول؟ ليس المهم أنا بوجهي ودمي، ولكن المهم، كل المهم شنو؟ دين الله ومذهب أمير المؤمنين، وهذا المهم. مثل المصيبة، يا مصيبة غاي، يا لوعة، يا دمعة، يا آهات، يا خيمة محترقة، يا نساء من مكان إلى مكان، من خيمة إلى خيمة، من خباء إلى خباء. الله. والمصيبة الغيجت حزني عليا، شفت جسم حسين تحت الأعوجي، يا بحرقة وخيمنا وخذاو
زينب سبية ما خلت لنا كربلا شيب ولا شاب يا بعفية شلون عفية شلون بيق انظلت رواه عفية شلون بيق انظلت رواه بواج وضم دق ولطوم وصياح غدا الزينب تنادي الغوث يا باب علينا الحيق يا حيدر داحي الباب عقب يا بشر ناري انا حزين يسوي الدنيا عندي من يوم رحل دمعتي بخدي انا ويا المصايب هذا حدي بعد تقول مولاتك ام البنين تقول انا ام البنين وبي يدرون وفدا الحسين كل ولدي يروحون من عدوة تضر له يقصرون وكون بكربلة كلهم يضحون يا يما يما يا شلون حزين عالترضى النايم وبالحاضر سحب جاب التهادم انا ديع بشر والقلب هايم ما ريد الولد بس كون سالم تقل وياه 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 بشر من رجع قلب بنار وياه وياه وحس الآخ يما ولام وياه تقل خاف الأربعة قصروا وياه وياه كل ولد نذر من الزجير يا كل ولد نذر لبني تقول بهام بهام عزيز الظن وحق الفكير وله وله بهام وحز قلبي بسبب فرقه بهام بهام اريدوني ادشيل الراس انا ريت نور تشيل الراس بيهم وبيض وجهي انهام الحمية علي ابويا اقول احنا جربنا ولمسنا لو قست بينا السنين الدنيا غربين المواقف ما يظل واحد حنين احنا جربنا ولمسنا لو قست بينا السنين الدنيا غربين المواقف ما يظل واحد حنين وما حد يقول لك تبشر من تهل دمعة العين بدمعتك بس ما بدقها بدمعتك بس ما بدقها تنفتح لك لا حزين باب مو معصوم اقول لك لا ولا لا ولا لا نبي ولا مرسلين واطلب واطلب وش ما ردت منها يحبها رب العالمين واطلب وش ما ردت منها يحبها رب العالمين عدها من الله كرامه ويا ملاذ الحائرين واحنا شوف العين شفنا
ولمس يدها ملامسين، الصعب يسهل لو قرينا الفاتحة لأم البنين.